السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتوني. النهاردة فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المكرونة بالصوص الاحمر زي ما انتم شايفين كده. كلنا طبعا بنعملها في البيت، ساعات بقى بنعمل جنبها بطاطس محمرة، ساعات بنعمل جنبها بانيه، اللي انتي حابه اعمليه جنبها. شايفين لونها جميل جدا جدا وبتطلع معايا زي العسل زي ما انتم شايفين كده. النهارده هقول لكم السر اللي انا بعمله في الصلصه، وان شاء الله هتجربيه وهيبقى طعمها زي العسل. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. بصوا بقى، حطيت كده المكرونه تتسلق على النار، وعلى بال ما المكرونه تتسلق هعمل انا كده الصلصه الحمراء بتاعتنا الجميله دي. بصوا بقى، حطيت كده عصير طماطم وهحط كده معلقتين من الصلصه الحمراء الجاهزه. تمام، لو مش حابه تحطي صلصه ممكن تحطي بنجر. تمام، ممكن تحطي شريحتين كده ولا حاجه من البنجر، بيدي لون احمر جميل وفي نفس الوقت ملوش طعم حلو. وبتبل كده الصلصه بالثوم باودر وبصل باودر، وكمان رشه كده من الكمون المطحون، ورشه من الفلفل الاسمر، وكمان بهارات انا بحب احطها في معظم اكلي، بتبقى جميله. بس ما تكتريش من البهارات علشان تعرفي تستمتعي بطعم الاكل. حلو كده، ومعاهم طبعا معلقتين من الزيت والملح، وكمان معانا رشه من السكر علشان تعدلي مستوى الحموضه بتاع الطماطم والصلصه. حلو كده، وهنقلبهم كده مع بعض، وبعد كده نسيبهم يتسبكوا على النار. ممكن تعمليها ببصل، ممكن تعمليها بتوم، لكن انا بفضل الطريقه دي من غير تسبيك لبصل ولا توم، بتبقى خفيفه كده على المعده، وكمان لو عملتها بالليل تبقى خفيفه على المعده وما تتعبكيش. بصوا بقى، الصلصه بعد ما اتسبكت بقى لونها احمر وجميل جدا وريحتها جميله جدا جدا، والمكرونه اتسلقت اهو بقت زي العسل ومفلفله وحلوه جدا ما شاء الله. دلوقتي بقى نحط الصلصه على المكرونه. اهم حاجه تسوي المكرونه كويس في السلق، وهقول لكم كده على تكايه بعملها في المكرونه علشان تشرب معايا من الصلصه وتبقى لونها احمر زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو. والصلصه اللي عملناها ما شاء الله تقيله وحلوه جدا ولونها احمر كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه عصير الطماطم لازم يكون بيور. تمام، وما تكتريش الميه في شفشق الخلاط، لازم تكون عصير الطماطم كده بيوريه وحلو جدا. تمام، شايفين ما شاء الله الصلصه بقى بعد ما اتسبكت تقيله اهو ما شاء الله ولونها احمر وجميل جدا. وزي ما قلنا ممكن نستبدل الصلصه بالبنجر. حلو الكلام، والتوابل طبعا اللي انت حباها، بس ما تكتريش التوابل علشان تحسي بطعم الاكل. ما شاء الله تقيله وحلوه جدا، وهتدينا نتيجه حلوه جدا زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. وهقول لكم كده على تكايه بعملها علشان المكرونه تفضل معاكي لونها احمر وجميل. بصوا بقى، انا حطيت كده المكرونه اهو في الصلصه الحمراء، وبنقلبها كويس. وبعد ما نقلبها كويس ونشوف انها اتشربت كويس من الصلصه، نروح بقى سايبينها كده على السخونه بتاعت الطماطم، وتخليها كده على بال بقى ما تعملي البطاطس المتحمره بتاعتك او البانيه، تخليها حوالي ربع ساعه نص ساعه كده تاخد من السخونه بتاعت الطماطم. تمام، هي اوريدي المكرونه بتبقى سخنه والصلصه كمان بتبقى سخنه، فسيبوها كده ايه تشرب كده الصلصه كويس قبل ما تقدميها، هتلاقيها معاكي شربت الصلصه كويس جدا وبقى لونها احمر وجميل جدا كده. لكن لو حطيتي الصلصه على المكرونه على طول وقدمتيها مش هتحسي ان المكرونه متشربه في الصلصه، فاهميني؟ لكن لازم نسيبها حوالي ربع ساعه نص ساعه كده في يعني كمان ربع ساعه كفايه في السخونه كده بتاعه الطماطم والمكرونه وكده علشان تتشرب كويس من الصلصه. وعملت جنبها كده بطاطس متحمره، وممكن نعمل جنبها بانيه او اي حاجه انت حباها. وشايفين اللون جميل جدا جدا والله، وطعم خيالي حلو قوي، واكله سريعه جدا وكلنا بنعملها واولادنا كلنا بيحبوها. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى كمان تجربوا المكرونه الاسباجيتي بالصلصه الحمراء اللي انا عملتها دي بنفس طريقتي، وان شاء الله هتعجبكم. وعايزاكم تقولوا لي رايكم في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.